وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قَالَ: أَيُّهَا الْأَبْنَاءُ مَا أَبْكِي مَوْتَ أُمِّي، أبكي موت أمي، وَلَكِنِّي أَبْكِي بَابًا كَانَ مَفْتُوحًا إِلَى الْجَنَّةِ فَأُغْلِقَ. الله وبالله، إن وجود الأم في حياة أحدنا أو الأب عنوان سعادة وعنوان بركة. ولذلك الحبيب عندما صعد على المنبر فدعا فقال: رغم أنف امرئ بلغه الله أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه، رغم أنفه، دس أنفه في الرغام، رغم أنفه، دس أنفه في التراب. لماذا؟ لأنه عدو لنفسه. كيف يكون أبواب الجنة مشرعة ولا يدخل معها؟ بر الوالدين. ليس البر أن يأمرك والد أو والدة فتقول لبيك. البر حق أن تعمل ما يرضيهما قبل أن ينطقا به. تقرأ، أن تقرأ الأفكار، تحقق، وأن تحقق البر، تدخل، وأن تدخل السرور، وأن تكون مهندسا للبر في قلبيهما. تعرض، تعرض العمرة، تعرض، تعرض الحج، تهديهم، تتصدق عنهم، تعطيهم قبل أن ينطقوا. فإن الأم والأب إذا نطقا وطلبا برهما لم يكن لك فضل بعد ذلك. بر الوالدين. فقال: يا شيخ، أمي تسكن عندي. ثم أراد أن يكمل سؤاله فقال: ويحك، أعد السؤال. قال: أمي تسكن عندي. قال: أيها العاق، أيها العاق، عدل في سؤالك، لا زال مجروحا. قال: ماذا أقول؟ قل: أنا أسكن عند أمي، أنا أسكن عند أمي. بر الوالدين. لا تقبل قدمي، قبل رأسي، الله يهديك. قال: أمه، أمه، لن أقبل رأسك بعد اليوم. لما؟ لأن الله ما وضع مفاتيح الجنة على رأسك بل جعلها تحت قدميك، فلن أقبل من اليوم إلا القدمين. فغطت ولدموعها ولصوت بكائها خنين.